بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة. نتحدث عن تجربة شاب فنان له إمكانيات كثيرة جدا في مجال المسرح وكذلك الأفلام وأيضا في مجال ماكير، ولديه كاميرا. أنا أشوفه دائما يمشي في أي مكان بكاميرته. خلينا نتعرف على الفنان الجميل لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، ويسرني أن أرحب بضيفي وضيفكم لهذه الحلقة الفنان الشاب الجميل فاضل المصطفى. مرحبا فاضل. مرحبتين، أرحب عليك ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أنا في البداية في مقدمة الحلقة تحدثت وقلت التمثيل في المسرح، في الأفلام، الماكير، التصوير، سر التنوع هذا. والتنوع جاء فجأة، يعني بداياتي كانت من المسرح. بديت في أول صعود لي على خشبة المسرح كان في مباراة تخرج من الروضة، فبعدين استمر الحال، فأهلي قاعدين يشجعوني قلد فلان وقلد فلان، فبعدين استمريت في المسرح المدرسي، انتقلت للمسرح الجامعي وانضميت لفرقة، فرقة مواهب، واشتغلت مع الجمعية واشتغلت مع وزارة الثقافة والإعلام. فمن هالخلال اكتشفت نفسي أن في عندي موهبة ثانية اللي هو المكياج. مكياج جت فجأة بعد، يعني كنا في مسرحية في جامعة الملك عبد العزيز متورطين على مكياج ما في، فأنا من صغري كنت أرسم، فقلت يلا خلنا نجرب الموضوع. يعني جربته والحمد لله، يعني جربت مرة مرتين ثلاث، واتجهت له يعني حاجة ما حد اتجه لها في السعودية تقريبا، اللي هو تأثيرات الحروق والجلود والجروح، فقعدت أسقل نفسي في هالموهبة من خلال اليوتيوب. ما أخذ دورات معينة؟ والله لا. تثقفت نفسك بنفسك؟ ثقفت نفسي بنفسي من خلال اليوتيوب، وقعدت أشاهد وأطبق على طول. يعني أنت طيب وجدت نفسك في وين؟ يعني من خلال التنوع هذا أنت كفاضل وين وجدت نفسك؟ أنا أشوف حاليا نفسي في يعني اشتغلت مساعد مخرج، والحمد لله المخرجين يعني قالوا لي عندك رؤية إخراجية في المستقبل وايد حلوة، فأنا أشوف نفسي أن أنا بتجه للإخراج أكثر من التمثيل والمكياج. أنا أثار في ذهني تساؤل، برجع شوي، يعني أنت متخرج من جامعة الملك عبد العزيز وتقنية معلومات، وبعدين توجهت الآن تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، من تقنية المعلومات إلى المسرح والتمثيل، وش العلاقة؟ هو علاقة الحب، حب الشيء، حب المسرح. فأنا كنت شايل، أنا كنت في البداية حاط في بالي إن فكرة المعهد، بس شلتها من بالي لأن في تقدر تقول إن المعهد العالي يقول لك في السعودية مو معترف فيه وفي وظائف ما وظائف. قلت خلني أخذ بيسك اللي هو شهادة بكالوريوس تقنية معلومات، وبعدين إذا فكرت أروح للمعهد العالي بروح. فمعهد العالي كان مثلاً لليوم بكرة التسجيل. فقعد الليل استشرت الوالد، قال لي تبغى تروح يا ولدي روح، يعني شاف عندي مسرحيات، شاف أعمال، شاف الناس ولدك يعني شغله حلو وشجعه ولا تخليه يوقف. فالحمد لله يعني خلصت من المسرحيات وشفت صدى حلو يعني معي، فقلت للوالد السالفة، فقال لي تبغى تروح روح، يعني شجعني، ما وقف في وجهي، قال لي عندك بكالوريوس روح اشتغل. يعني كان في تشجيع من كان لا لا الأهل يعني الحمد لله واقفين معي، ورحت وقدمت والحمد لله يعني انقبلت من ضمن 4 سعوديين، أنا الوحيد سعودي. جميل جميل. طيب احنا بنشوف، انا برجع شوي بتكلم عن التمثيل وتقمصك لبعض الشخصيات، ولكن خلينا حتى المشاهد ايضا يشوف بعض اعمالك. انت شاركت في مسرحيه مؤخرا انستغرام الفريد مع الفنان جعفر الغريب، بطوله الفنان ماهر الغانم، مع نخبه من فنانين المنطقه. طبعا احنا بنشوف مقطع بس من كواليس المسرحيه والبروفات، وكيف ايضا في لك بعض المقاطع ضمنها، وبعدين نرجع نتكلم. اذا نشوف المقطع. Thank you.
عن دورك، أو أنا بتكلم بشكل عام، تقمصك للشخصيات لما تعرض عليك أي شخصية معينة. أنت ما شاء الله مسرحيات كثيرة شاركت فيها، كيف يعني تدرس هذه الشخصية؟ طبعا قبل كل شيء أقرأ النص كامل، أشوف الشخصية اللي بمثلها وبأديها شنو موقعها من المسرحية، مثلا أبعادها، دورها مثلا فقير غني أي شيء، بشوف أنها تتوجه أي مسار في المسرحية، يعني شنو علاقتها مع أبطال المسرحية. من خلال أنا أقدر أقرأ النص وأقرأ الشخصيات الثانية وأعرف هذه الشخصية الكاتب مثلا قصد فيها كذي، فأنا أقدر أتقمصها وأن أديها بالشكل اللي هو مطروح في المسرحية واللي تمشي من خلالها الشخصية. هل يعني هل مثلا كشاب يعني والآن توجهت إلى الدراسة، أنا بتكلم عن نقطة الدراسة، ولكن أنت كيف بإمكانك قبل هذا التوجه إلى دراسة المجال التمثيل والإخراج، كيف نميت هذه الموهبة، طورتها، استطعت أن تتقمص الأدوار المختلفة؟ طبعا أول شيء حب أشكر الفنان ماهر غانم، هو اللي بدأ معي في الشغلة هذه، أعطانا دورات، بعدين الفضل يعني أعتبره الكبير لمسرح الجامعة الملك عبد العزيز اللي هو قضيت فيه 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات مدة الـ5 سنوات مدة التوقفات لما اشتغلنا فيها المسرح يمكن 4 شهور 3 شهور من 5 سنوات هذه، فدورات متعددة، دورة مع الفنان الأستاذ خالد الحربي، دورة مع الأستاذ أحمد الصمان، مع الأستاذ فيصل شناوي، فالدورات كانت متعددة، يعني دورة مثلا اليوم أداد ممثل، دورة ثانية أعداد ممثل فيها مثلاً تدريب صوتي، دورة ثانية سينما وتلفزيون مع الأستاذ خالد الحربي، فدورات المتنوعة، وبعد في دورة التمثيل الإيمائي اللي هو دورة البانتومايم. تنوع الدورات خلاني أفرق بين شيء وشيء، خلاني يعني أنمي موهبة هني وأنمي موهبة ثانية في مجال ثاني، مثلاً الصوت، النفس، الأشياء هذه. نعم، فتنوع الدورات كان له دور مهم بالنسبة لي. طيب توجهك بعدين إلى 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 الدراسة الآن، تحس بأنه هل الدراسة مهمة لأي شاب على الأقل حاب مجال التمثيل الإخراج؟ قبل الدراسة لازم تكون موهبة، عندك موهبة تدرس بتستمتع بتصقل نفسك صح، ما عندك موهبة بتدرس ما تستثمر ولا أو ما تستنتج أي شيء. فأنا يعني في الدراسة أحس نفسي رايح أستمتع بس، يعني ما أنا رايح قاعد صباح أنا بروح دراسة، لا، رايح قاعد صباح نشيء أنا أحبه وأبغاه، أروح أستمتع دراسة يمكن يعني 6-7 ساعات أستمتع فيها وأرجع البيت، كأني رايح مثلاً أتنزه وأرجع، فما أخذ الدراسة بهالمنطق يعني. طيب في بعض الأشخاص يقول لكم وش يدرس يعني التمثيل، وش يعني حكى أنه يعتقد يعني البعض بأنه دراسة التمثيل هذه مو دراسة يعني. اللي مو متعمق في المجال بيحسبها كذي، يعني أنا مثلاً أدرس في المعهد، لما بتخرج بعرف أن قاعد أمثل أي مدرسة، قاعد أخرج أي مدرسة، قاعد الشغل اللي أسويه صح ولا غلط، الشغل هذا ينطبق مع المدرسة الفلانية ولا ما ينطبق. ثاني شيء في أساسيات للممثل، يمكن الدورات اللي هي أبو 10 أيام 15 يوم ما تعطيك إياها، هي أهم شيء في المعهد إنه في يعني في دور تعتبر دورات مكثفة بشكل يومي تطبيقي، هذا اللي يخلي الواحد يعني يستفيد منها بشكل أكبر. ثاني شيء يعني في فرق لما تكون مخرج وممثل أكاديمي أو مخرج وممثل هاو. جميل جميل، هذا الفكرة مهمة جدا. انتقالك إلى عالم اليوتيوب ومشاركتك في بعض الأفلام، وش السر إلى الانتقال؟ يعني دائما احنا نشوف بأنه كثير من الممثلين من المسرح يروح للأفلام، لبعض الفلاشات في اليوتيوب، وش اللي خلاك تروح للمجال هذا؟ للأسف ثقافة المسرح عندنا في البلد يعني تحتاج لوقت طويل عشان ننشرها بشكل صحيح، يعني أغلب المجتمع يقول لك ليش إحنا عندنا مسرح في السعودية؟ للأسف يعني ثقافة المسرح مو موجودة عند الناس بكثرة يعني، وتقدر تقول يمكن ضعف الإعلام اللي يدعم المسرح ولا يعني يسوي إعلانات المسرح، تعالوا شاهدوا المسرحية الفلانية، تعالوا شاهدوا، يعني لدرجة إن إحنا ساعات نعرض في نفس المنطقة مسرحية الناس ما تدري عنها. يعني في البلدان الثانية تشوف مثلاً الإذاعات المحلية والإذاعات الأهلية أو القنوات الخاصة تشوف اللي داعمة للمسرح وداعمة للإعلانات المسرحية وبشكل مستمر.
طيب وجودك فاضل في 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 جدة تحديدا لخمس سنوات واحتكاكك ايضا بالكثير من المبدعين والفنانين الشباب هناك، ماذا اضاف لك انت كفنان كممثل؟ هو ان شغلي المتنوع مع اكثر من فنان، مثلا فنانين يعتبرون نجوم الشاشه السعوديه، مثلا الاستاذ محمد بكر، الاستاذ فهد غزولي، هذا يعتبر من نجوم جدة. اشتغلت احتككت إياهم، فأقدر أنبني موهبة إن أنا ما نحصلها بس إن ألقطها من عندهم، يعني بشكل مو مباشر، يعني قاعدين في تصوير ألقط كلمة، ألقط حاجة، ألقط حركة عجبتني، مثلاً التنوع. بعدين انتقلت للسينما الشبابية اللي هي برنامج أو مسلسل تكي. تكي فيها مواهب، يعني أنا أتكلم عن التصوير، مواهب ومعدات جميلة، يعني أنا ما شفتها برا، يعني كشباب وجروب شباب إن أشوف عندهم معدات وتصوير. أنت شاركت في كماكير؟ شاركت في تكي ماكير تقريبا ثلاث حلقات. خلال ثلاث حلقات يعني قعدت أشوف أشياء جميلة، يعني في طاقات شبابية حلوة يستاهلوا إن الجمهور السعودي أو الجمهور العربي والخليجي إنه قاعد يدعمهم بشكل جميل جدا في اليوتيوب، وقاعدين ينطروا الحين الموسم الثاني بشكل يومي، يسألوا متى تكي متى تكي. هذا الشيء إنه قاعد يشجع الشباب، إن شاء الله يعني الشباب الثانيين يشوفوا هالتشجيع ويثمروا لنا أفلام ونتاج سينمائي جميل. جميل. طيب بتكلم عن الفيلم، شاركت فيه فيلم سينمائي قصير وهو ذكريات سوداء، تحدثنا عن هذه المشاركة، وهو أيضا كان مشارك في مهرجان الفيلم السعودي. ذكريات سوداء من سيناريو وحوار بندر أبو داود وإخراج الفنان محمد بكر. كانت المشاركة الأساسية ماكير، كنت يعني كان في عنف، في دم، في جروح، فأنا هالشيء هذه أنا استمتع فيها طبعا. فشاركت في مشاركة تقريبا صورناها في 4 أيام. فالفيلم هذا كوني أنا ماكير وبعدين انتقلت من ماكير لممثل، مع أن المشاركة كانت بسيطة يعني مو لهذا المساحة الزايدة، فكانت مشاركة جميلة، يعني أعتبر أنها إضافة لي لأنك كونت شارك في مهرجان الفيلم السعودي ونعرض على. وأنا استغربت يعني بعض الناس يقولوا لي شفناك، أنا ما أدري عن الموضوع، بعدين رجعت للموضوع وعرفت أن سالفة أن هذا الفيلم نعرض ومشارك في المهرجان. الحمد لله يعني أكثر من شخص جاء يعني ومدح العمل وانبسط منه. جميل. إذن إحنا بنشوف يعني مقطع قصير من فيلم ذكريات سوداء، ونتكلم أكثر عن مجال الأفلام، مجال الماكير تحديدا إذا ممكن. نشوف أعزائي المشاهدين مقطع قصير من فيلم ذكريات سوداء واللي شارك فيه ضيفنا فاضل المصطفى. ايش بك؟ لا عادي، الصراحة عمري مرتاح في كل مرة أزور فيها بتقام. طيب انت ايش اللي جابك؟ انا من البداية اصلا ماني مقتنع بالفكرة دي اني نيجي بيت اهلك الله يرحمهم. ابتسام، ترى انا اليوم مسافر صراحة، قلقاني ناسيبك هنا لحالك وانت كذا مختلف. لا حبيبي بالعكس، انت بس روح وانا ان شاء الله رح اكون كويس واطمئن، كل يوم رح اتصل عليك. وانت كده مكتئبة؟ يلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا ابتسام، كبرت وصرت عروسة. أنا جارتكم مريم، أنت ما تتذكريني؟ تعرفيني يا خالة؟ معليش أنا ذاكرتي ضربت من زمان، بالذات ده الحي وده البيت. لا يا بنتي، أنت يا ما جيتي عندي وشلتك في حضني، وأمك كانت إنسانة فاضلة، وعلى فكرة أنت مرة تشبهيها كثير. يا حليلك يا خالة، لسه فاكرة أمي؟ طبعا يا بنتي فاكراها، كانت كل يوم تيجي عندي وتجيبك معاها، أمك إنسانة مرة حبوبة. والله يا خالة كان نفسي أبويا وأمي يكونوا معي. القهوة على النار بس أقفلها وأجي على طول. تفضلي يا خالة.
سمحت تنادي لي خالة مريم؟ أنت تقصدي الوالدة مريم، بس الوالدة مريم توفت من زمان. أقدر أخدمك في حاجة ثانية؟ لا شكرا، الله يعطيك العافية، أسفة عليك. لا عادي ما مشكلة. بعد أن تابعنا هذا المقطع القصير من فيلم ذكريات سوداء، فاضل أنا ما شاء الله أشوف يعني تجربتك جميلة، برغم أنك يعني أتوقع كم عمرك 24 سنة الآن تقريبا؟ 24 يعني في خلال هذا العمر البسيط وما شاء الله التنوع، ما تحس بأنه يعني في تشتت يصير عندك؟ لا بالعكس، إن أنا قاعد يعني أوزن بين التمثيل وبين المكياج، وحين اتطرقت شوي للأزياء فالحمد لله يعني أخذت في مجال المكياج هذا، أخذت فيه يعني مساحة وايد كبيرة. مثل في جدة كانوا طالبين لمسلسلين وبرنامج القناة السعودية، هذا الشيء حفزني، بس للأسف يعني جو في وقت اختبارات كان مشروع التخرج، هالشيء حفزني أن قاعد أطور من أن أنا أكون مكياج، أن أطور أن أكون ممثل. مثلا أنا أقدر أروح مكياج وبعدين تحصل لي مثلا فرصة التمثيل، عادي تشارك، عادي أشارك، بس إنه يكون يعني فرصة يعني حلوة، مو مشهد مشهدين. فأنا أطمح إن أنا أكون ماخذ مساحة حلوة في عملي. أكثر شيء طيب يعني من خلال المجموعات الشبابية الموجودة، أكثر شيء لما أحد يتصل عليك يقول لك تبغى يوم نبغاك كممثل، والله ما كير، ولا مساعد مخرج مثلا؟ الأغلب قبل فترة الأغلب مكياج، لانه تتوقع انه ما عندنا لا لانه قليل اللي قليل، والشغل اللي انا اشتغله يعني ما حد يشتغله وايد في السعوديه. فقبل يومين جاني اتصال من البحرين يقول لي نبغاك مكياج وازياء، بس ان انا قاعد عندي شغل في الكويت فما قدرت، اعتذرت منهم. فالشيء انه قاعد يحفزني ان انا قاعد اتطور من نفسي بمكياج، وغير شيء ان انا قاعد ادرس تمثيل واخراج، فانا بتطور من الجهتين، هاوي مكياج ومتخصص ممثل ومخرج. الآن الحين تخصص كنت توجهت إلى التمثيل والإخراج، حسيت هو الأقرب إليك؟ هو الأقرب وهو الأقوى. الأقوى. طيب أنا متقل إلى الحديث عن فيلم زومبا. زومبا أنت شاركت فيه كماكير. ماكير. نعم، تحدثنا عن تجربتك فيه. هذه تجربة عذبت الممثلين فيها. يعني كانت تجربة. الظاهر كان رعب أو. كان رعب، كان فكرة إنه شنو، إنه أحد بيسافر وبيرجع وهو راجع مسوين له مقلب، وهالمقلب إن أنا لو شوفوا إن أنا خليت المكياج مو واقعي بزيادة، لأنه كان مقلب مسوى مثلاً ممثلين مسوين لبعض. أها. فكان على أساس إنه مقلب، يرجع من السفر ويدخل البيت يشوف البيت كله زومبي، ينحاش يهرب يشوف يطلع للمسبح زومبي، فيرجع نهاية الموضوع إنه قال يقول لنا نمزح ينقلب هو الزومبي. فاللي يشوف الفيلم إن أنا مخلي المكياج مو واقعي بزيادة أصلاً، يعني مشتغل عليه في مبالغة وباين إنه مكياج، فمو باين بزيادة، بس إن أنا موضح إنه هو مو شغل بروفيشنال مقصود يعني. مقصود. فاللي يشوف الفيلم يقول يعني ساعات يشوف دم وجروح حقيقية، ساعات لا، يعني شتت المشاهد شوي في هالناحية، كنت متعمد ومقصود منها. فهذه قصة الفيلم. عرض الفيلم أو عرض في القنصلية الفرنسية أو الأندونيسية على ما أعتقد في جدة، بس في اليوتيوب مو موجود. في اليوتيوب موجود البرومو. البرومو. إذن بنشوف البرومو، لأنه موضح بعض التفاصيل اللي طبعاً تشتغلت كامل ماكير. كامل. نعم. إذن بنشوف أيضاً هذه الموهبة فعلاً الجميلة والمميزة واللي تميزت فيها أنت فاضل صراحة حقيقة، وكثير من الفنانين وأيضاً المتابعين يشهدوا لك في هذا المجال إبداعك في الماكير والتمثيل طبعاً أيضاً. بنشوف زومبا أو بنرجع مرة ثانية. Thank you.
نتحدث معك فاضل، يعني أكيد أنت كشاب دائما احنا استضفنا الكثير والعديد من الشباب في هذا الاستديو، تحدثوا عن معوقات كثيرة، يعني مصاعب وواجهتهم خلال مسيرتهم الفنية. ماذا أنت، يعني أنت كشاب، في مصاعب فعلا واجهتها وصعوبات؟ هذه المصاعب يبغى لها 30 حلقة لو حد مثلا عندنا مصاعب وايد، مثلا عندنا مشكلة الكتاب لهم خطوط حمراء واجد ما يقدر يتحدوها، فإن تقدر تقول المسرح السعودي ما في جرأة يقدم بخجل. ثاني شيء عندنا مثلا مسارح ما في، أو مسارح في بس إن ما نقدر نوصل لها ونعرض فيها لأنه نواجه صعوبات تصريح، وروح جيب تصريح من الجهة الفلانية والفلانية والفلانية، شيء يعني يدوخ الواحد. أنا شيء صعوبات واجهتني هالأيام كوني رايح أدرس أكاديمي، صعوبات المعنوية والمادية من الجهات المختصة في الكويت، مو الكويت، هي تتكلم عن السعودية، السعودية الملحقية السعودية. فأنا أتمنى من جمعية الثقافة والفنون أي واحد يطلع يتخصص في مجال يخدم الجمعية أن الجمعية توقف معه ماديا معنويا، يعني بالقليل يعني الواحد بيرضى أنه مساعدة، يعني ما نقول لهم بالشيء كثير، يعني هو رايح يدرس ويرجع بيخدم الجمعية بيخدم البلد. فأنا واجهت صعوبات يعني في السفارة والملحقية السعودية هناك، ما توقعت يعني شيء، بس إنه شيء يعني تتوقع أمر إنه ما في دعم لمجال، يعني أو ما في اعتراف بأنه هذا التمثيل شيء مهم جدا لتطور الحركة الفنية في البلد. يعني رحت أنا مثلاً الملحقية يقول لي ما حد عالي الفنون المسرحية في الكويت مو معترف فيه. طيب مو معترف فيه، أنا شخص حاب الشيء، حاب إن أدرسه وحاب إن أنا أصقل موهبتي فيه. أنت ليش تمنعني من أروح أدرسه؟ هذا يعني شيء عجيب. فبالنسبة يعني الجهات الكويتية أو جهات التعليم أو وزارة التعليم العالي وزارة اللي في الكويت بصراحة ما تقصر، يعني تصرف إعانة للخليجيين بمقدار 200 دينار. أنت الحين تدرس على حسابه؟ على حسابي، بس إن أنا قاعد أنطر الحين مثلا مكافآت من الكويت تنزل 200 دينار في الشهر، فإن شاء الله تيسر الأمور، مع أن يعني عيشة الكويت غالية، فإن شاء الله حدها الصعوبة. طبعا الفنان دائما يضحي بأشياء كثيرة. بنشوف نقطة أخيرة، بنوقف عند مقطع قصير إذا تتذكر معي، أنا أخذت لقاء سابق وياك سريع كذا، فقلت لك ماذا تعني لك السينما، بنشوف إجابتك ونبغاك تعلق عليها، نشوف الإجابة ونرجع. السينما بحر، يا ريته في السعودية. وش رأيك فاضل في الإجابة هذه؟ والله الإجابة للحين أقولها، السينما بحر يا ريت موجود السعودية. تتوقع ما في أمل بأنه يكون لنا بصيص، يعني أنه سينما موجودة عندنا مستقبلا؟ يعني مستقبلا أتوقع إذا مثلا الأشخاص اللي لهم كلمة في البلد يهتموا في هالمجال إن شاء الله. أخيرا، عملك القادم أو مشاريعك القادمة، أعتقد في عندك عمل الآن شغال فيه؟ عندي عملين، الحين بنعيد في مهرجان هالي فبراير، المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في الكويت، أعجب عرض عتيج الصوف اللي هو شاركنا فيه المهرجان الكويت المسرح 14، ترشحنا الحمد لله 6 جوائز، واللي هي جائزة أفضل ممثل واعد، ترشح شخصين من عندنا، فنان ميثم الحسيني وفنان حامد نصار، ترشحنا لجائزة أفضل إخراج للمخرج نصار نصار، وترشحنا لجائزة أفضل ممثلة دور ثاني أخذتها، ترشحت وأخذتها الفنانة سارة رشاد، ترشحت أنا أيضا لجائزة أفضل أزياء ما كان لي الحظ أن أخذها. طبعا هالجائزه ترشحت من فضل الله ثم من فضل نصار اللي كان له دور كبير في الجهه يعني او هالموضوع. مسرحيه عتيج الصوف تاليف واخراج نصار تنعاد في هلا فبراير في مسرح الدسمه تاريخ 22/23 ان شاء الله.
ونوجه للجمهور الكريم دعوة إن شاء الله تشرفونا اللي موجود في الكويت والسعوديين اللي بيروح الكويت حياكم الله إن شاء الله. وفي عمل ثاني إن شاء الله مع نفس المخرج الأستاذ نصر نصار بكون فيه ممثل إن شاء الله. نوافيكم بالأخبار إذا في السينما في شيء في الأفلام القصيرة في الأفلام القصيرة الحين يعني اللي معي في الدفعة قاعدين نخطط لفيلم إن شاء الله نحصل الدعم ونفذ إن شاء الله. يعني نبي نشوف شيء يعني مصور في الكويت إن شاء الله مع شباب الكويت إن شاء الله بيكون عمل مشترك يعني طاقم سعودي مع ممثلين من دول الخليج عامة يعني جميل. إن شاء الله يتنفذ العمل بإذن الله. الله يعطيك العافية شرفتنا يعني بالعكس أنت يعني نموذج في الحقيقة لشاب نفتخر فيه لازلت تتطور وتقدم الجميل. شكرا لك فاضل. شكرا لك وشكرا للقناة السعودية الثقافية ولطاقم العمل ومشكورين ما قصرتم. شكرا والشكر الجزيل لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة. فاضل المصطفى هو اسم لشاب جميل يقدم ولا زال يقدم لنا الجميل والجميل. تابعونا دائما في حلقات سينما شبابية. إلى اللقاء.